تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد شيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وبحضور سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ممثلا لراعي المؤتمر، انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي للقيادات النسائية في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة في مقر المنظمات العربية. المؤتمر جاء بمشاركة عربية ودولية، ويهدف إلى تمكين المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة لما لهذه التخصصات من قدرة على تفعيل أوجه التنمية المستدامة. أكدت الأمم المتحدة أن أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 تطرح وبإلحاح الحاجة إلى تمكين المرأة، إذ لوحظ أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هما أمران جوهريان بالنسبة إلى أمن مستقبلنا المشترك، كما لوحظ أنه في العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هناك نقصاً واضحاً في تمثيل المرأة في القوى العاملة، ولا سيما في القطاع الخاص وفي المناصب القيادية.